الله ينظر للإنسان البعيد عن الله بأنهم بنين وبنات، لأن رحمتك أفضل من الحياة، شفتايا تسبحانك، هكذا أباركك في حياتي. إذا لم يتغير الفكر لن يتغير السلوك. في ألم وفي وجع، في حب وفي إله يقدر الحب جدا. صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير. يعني حاسس انه مقولة جميلة حد من الآباء عجبتني قوي قوي، ومينا هيساعدنا عشان نقراها مع بعض. تعالوا نقرا مع بعض. بالأمس صلبت مع المسيح واليوم أنا أتمجد معه، بالأمس مت معه واليوم أستعيد الحياة معه، بالأمس دفنت معه واليوم أقوم معه. فلنقدم قرابيننا للذي مات وقام لأجلنا، لنقدم له ذواتنا، لأن هذا أكرم شيء لدى الله وأقرب شيء إليه. فلنصر مثل المسيح، لأن المسيح أيضا صار مثلنا، لأنه هو أيضا من أجلنا صار إنسانا. لقد أخذ منا الأرض لكي يعطينا، أخذ منا الأرض لكي يعطينا الأفضل. لقد افتقر لكي نختني نحن بفقره، لقد أخذ شكل العبد لكي نستعيد نحن الحرية، نزل لكي نرتفع نحن، صار مجربا لكي ننتصر نحن في التجارب، وهنا لكي يمجدنا، مات لكي يخلصنا، صعد لكي يجذبنا إليه نحن المنطرحين في سقطة الخطية. ليت كل واحد يقدم له كل شيء ويصير مثمرا في كل شيء للذي بذل نفسه فدية عنا من أجل مصالحتنا. جميلة أوي مش كده؟ ليت كل واحد منا يقدم نفسه، يقدم نفسه، افتقر لكي نختني نحن بفقره. وإحنا جايين نقدم له كل شيء، نقدم له كل شيء. صلي معايا في بداية وقتنا، أقول يا رب أنا جاي أقدم ليك كل شيء، جاي أقدم لشخصك كل شيء. افتقر لكي نختني نحن بفقره. يا المحبة الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي، مات وقام لأجلنا، مات وقام لأجلنا، أخذ منا الأرض لكي يعطينا الأفضل. هو أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له. مديونين لشخصك يا رب، مديونين ليك. أنت اللي حبتنا وديتنا كل شيء، وإحنا هنا علشانك وعلشانك وحدك يا رب، عشان نقدم ليك كل شيء، نقدم ليك كل شيء الغالي عند رجليك يا رب. نقدم قرابيننا للذي مات وقام لأجلنا، ونتقدم إليك يا رب بيسوع المسيح. جذبنا إليك يا سيد، افتح عيوننا وعيون أذهاننا، افتح ودننا، افتح قلوبنا يا سيد. عايزين نشوفك وكفاية، يكفينا ان احنا نشوفك،
يكفينا نرى وجهك يا رب. وجهك يا رب أطلب، شخصك يا رب أطلب، صوتك يا رب أطلب. عايز أسمعك النهاردة، عايز أكلمك وتكلمني. محبة المسيح تحصرنا، هللويا، من خلف وقدام حصرتني وأنت حاضر موجود يا سيد. حينما أدنو من قدسك، حين أنظر جمالك، تصبح كل الأشياء ظلالا في نورك. حينما أسر قلبك، أخضع مشيئتي لك، تصبح كل الأشياء ظلالا في نورك. السلام يا سيد،
في شخصك يا رب، أنت نهر تفيض بالحب، تثمر فينا، تثمر في كل واحد فينا. فتعال يا سيد، وافتح عيوننا وعيون أذهاننا، فنقدم المجد لشخصك الكريم، ونقدم ذبيحة تسبيح ثمر شفاء معترفة باسمك يا سيد. هللويا هللويا. الرب هو الله، هو صنعنا ونحن شعبه وغنم مرعى. الرب هو الله، هو صنعنا ونحن شعبه وغنم مرعى، لنعبد الرب السماء، ونذبح الحمد لمن في وسطنا. نقدم المجد لساكن السماء، ونذبح الحمد لمن في وسطنا. الرب هو الله، هو صنعنا ونحن شعبه وغنمه مرعى. الرب هو الله، هو صنعنا ونحن شعبه إلهنا. صنعنا ترنيمة صرات كل حين. كفقراء لا شيء لنا، ونحن نغني كثيرين. شكرا شكرا لله الذي يقودنا في
وجودك الرب على الدوام يشفيع في الجود بنفسك ينشط لك عظامك فتصيرك جنة جنة الريان نسعى عنه كسفراء كأن الله يعظ بنا لكي يكون ولا نكتفى في كل نعمة نعمة وغنى شكرا لله الذي يقودنا يا فقراء لا شيء لعظيم القوة يكثر شدة اطلبوا الرب مدى ما يجاب قريب ادعوه دوما فهو قريب يعطي المايا قدرة لعظيم القوة يكثر شدة أيها رب أنت قريب أنت قريب لكل الذين يدعونك يا رب وأنت هنا شكرا 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 من كل القلب أنت الله وحدك وليس غيرك أنت السيد وحدك وليس غيرك أنت القدير وحدك وليس غيرك لكل السلطان وحدك لك الكلمة الأولى والأخيرة يا رب لك مجدا لك عزا لك أنت الممجد وأنت المسبح في ذاتك يا رب أنت الأبرع جمال من بني البشر أنت الأبرع جمال من بني البشر مين في جمالك مين في حلاوتك ما أباك يا سيد ما أجملك ما أجمل شخصك الكريم هللويا أنت أبرع جمال من كل بني البشر انساك ما النعمة على شفتيك يسوع يسوع أبرع جمال من كل بني البشر انساك ما النعمة على شفتي مشتاق الأمان مجاه الشعوب نور العالمين يا يسوع معلم بين ربوان أبرع جمال يسوع مشتاق الأمان
البشر سكبت نعمته على شفتيه مشتهى الأمام رجاء الشعوب نور العالم يا يسوع معلم بين ربوان هللويا مالكي وسيدي قدوس قدوس رب الصباوات
تتغنى اسمك يتغنى الكل يقول مجدا وإكراما لك قدوس 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 رب السماوات السماء والأرض مملوءة من مجدك قدوس 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 رب السماوات السماء والأرض مملوءة من مجدك وحدك يا يسوع وليس نسقف ونهيص ونحتفل مش كده بس انا نفسي النهارده نعمل حاجه مختلفه نفسي نقولها من غير موسيقى واحنا عينينا على الملك وحده على السيد وحده وانت بتقول له وحدك انا مش عايز غيرك يا رب انا ما بحبش غيرك انا قلبي مش طالب حد غيرك انت شوق القلب مش عايزك تنشغل بموسيقى ومين بيرنم ومين بيعمل ايه كان عايز عينينا على السيد ده اللي احنا كنا بنغني لاسمه وبنغني لشخصه غمض عينك غمض عينك نفس الكنيسة كلها تغمض عينيها واحنا عينينا على الأبرع جمال ده الملك وانت بتديله قلبك وكل كيانك انت بقرار إرادي بتقول له وحدك وحدك يعني هو بس هو الوحد مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا فما أحياه في الجسد الآن أحياه في الجسد بالإيمان إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا وحدك يا رب انت اللي فديتني ايوه انت اللي فديتني في همومي عزيتني بلمسة واحدة صرت معاك وبنظرة صرت معاك من قلبك وحدك يا يسوع وليس سواك بحبك يا يسوع ولا حدش ولا حدش وياك مسحت لي دموعي ضمت لي مسحت لي دموعي ضمت لي
سبحا في اعلى السماء معطيانا ذبيحة للرب، وإحنا بنقدم نفوسنا ونقدم كل غالي لشخصه لأنه هو المستحق. Hallelujah.
أحلى منه، في أجمل منه. هللويا، ما أحلى يسوع. خلينا كده نرحب بيسوع المسيح اللي موجود في وسط كنيسته وسط شعبه. اسمحوا لي نقف عشان نصلي، بس عايز أقول آيتين كده قبل ما نصلي. بيقول كده في رومية 15-12: سيكون أصل يسى والقائم ليسود على الأمم، عليه سيكون رجاء الأمم. في إنجيل متى 12-21 بيقول: وعلى اسمه يكون رجاء الأمم. مفيش رجاء لا في اقتصاد، حتى لو اقتصاد اتحسن، حتى لو الظروف اتغيرت، الرجاء الحقيقي، الرجاء الحقيقي على اسم يسوع. وده اللي احنا عايزين نصليه لبلدنا، ان هذا الاسم يتعظم في وسط بلدنا، ان هذا الاسم الناس كده تعرف مين الاله الذي يعطي الرجاء والامان والطمأنينة. ما يحطوش رجائهم وامانهم في اقتصاد يتغير وظروف مادية تتغير وصحة مش عارف تبقى شكلها، لا، يحطوا رجائهم وايمانهم في اسم يسوع، الرجاء الثابت، الرجاء الحي، صخر الدهور الكامل صنيعه. مش كده نفسي الوقت الجاي ده نصلي لمصر، نقول يا رب اسمك يعرف في بلدنا، اسمك يعرف في بلدنا، اسمك يتعظم في بلدنا يا رب. كل القلق اللي موجود وكل التخبط اللي موجود وكل الإحباط اللي موجود، علاجه يسوع، علاجه الأمان والرجاء والإيمان. صلي كده وانت واقف، نفسي كده كل اثنين أو ثلاثة جنب بعض، خلينا نصلي لأجل مصر الوقت ده، ونقول يا رب اسمك يعرف، اسمك يعلن، اسمك يا رب فيه الأمان، اسمك فيه الطمأنينة، اسمك فيه الشفاء، اسمك فيه السلام. يقول كده: وعلى اسمه يكون رجاء الأمم. اسم يسوع، اسم يسوع ده احتياج بلدنا، ده احتياج المنطقة بأكملها اللي مولعة وملتهبة. محتاجة رئيس السلام، محتاجة إله الرجاء، محتاجة أبو الرأفة وإله كل تعزية، محتاجة للشفاء في أجنحته. مصر محتاجة لك يا يسوع، مصر محتاجة لك. اعلن اسمك يا رب، اعلن اسمك، اعلن انت مين يا رب الايام دي، اياتك وعجائبك يا رب، تغييرك للاوقات والازمنة. انتزع كل رجاء فينا يا رب، انتزع كل رجاء من ناس كتيرة، من ملايين البشر، لكن انت اله الرجاء يا رب، انت اله الرجاء. انت تعلن عن محبتك يا رب، وعن صليبك، وعن قبولك، وعن ترحيبك يا رب. افتح قلبك للمصريين يا رب، افتح قلبك في المنطقة دي بالحب وبالسلام. شق السماء يا رب، شق السماء، انزل من حضرتك، زلزل يا رب الأوثان والأصنام والجبال والمفاهيم الغلط يا رب، زلزل زلزل. تعال بإعلان حب يا رب، تعال بإعلان رجاء، تعال بإعلان سلام يا رب. زور المدن والقرى، زور الشوارع والحواري والقصور والفلل والعشش، زور المستشفيات يا رب، زور 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 المدارس، زور الوزارات المختلفة. ويتقال كده زي أيام أعمال الرسل: وكان اسم يسوع يتعظم. اسمك يتعظم في كل مكان يا رب، اسمك يتعظم في كل شارع يا رب، في كل عيلة، في كل شغل، في كل بيزنس. اسمك يتعظم يا رب في الاقتصاد، اسمك يتعظم في الشفاء، اسمك يتعظم في السياسات، اسمك يتعظم في سلام في المنطقة بأكملها. عايزينك يا يسوع وطالبينك، عايزينك وطالبينك بكل قلوبنا. عايزينك تيجي بلدنا، تيجي تملك وتسود، تيجي وتعلي إيماننا، تغمرنا برحمة وجود. عايزينك تيجي بلدنا، تيجي تملك وتسود، تيجي وتعلي إيماننا، تغمرنا برحمة وجود، تمحي ظلام السنين، ترفع كل القديم. يا يسوع، طلبينك يا يسوع.
آمين. اتفضلوا استريحوا. نفسي كده ترحب باللي جنبك وتسلم عليه وتقول له النهاردة الرب أمر بالبركة في بيته. سلم على اللي جنبك، اتعرف عليه لو ما تعرفوش. خلينا كمان نرحب بكل المشاهدين اللي بيتفرجوا معانا وبيعتبروا قصر الدبارة هي كنيستهم. خلينا نديهم يد ونرحب بيهم. صباح الخير. وانا عايز اضيف سر. اي حد هياخد عربيته وياخد ناس معاه من غير ما يكون حاجز تذكره هيقدر يخش، هيدفع تذكره عند الباب بس عشان خاطر احنا عايزين نخلص التذاكر اول عشان الاتوبيسات. لكن العربيات ديت زي ما انتوا عارفين دايما اي وقت هتروح، حتى لو رحت اخر اليوم هتدفع تذكره كامله، فانت حر يعني عندك. طبعا تذاكر الاتوبيسات ارخص بكتير من العربيات لأنها مدعمة تدعيما هائلا. طيب احنا بقالنا حوالي شهرين بنتكلم عن العهد، إله العهد، نحن والعهد. والأسبوع اللي فات أنا اتكلمت عن عهد الله أو المسيح مع الكنيسة. اتكلمنا أن في العهد الجديد ده عهد شخصي مع كل واحد، وعهد مع الكنيسة جسد المسيح، هيكل الله اللي بيسكنه. وفي الأسبوع اللي قبليه اتكلمنا إيه اللي بيعطل، إيه اللي بيعوق العهد ده اللي بيني وبين ربنا على مستوى الشخصي. والأسبوع اللي فات اتكلمت عن إيه اللي بيعطل العهد ده بين المسيح وبين الكنيسة. العهد ده اتأسس هنا في هذه المائدة في خميس العهد اللي تحقق يوم الجمعة العظيمة لما المسيح فصحنا قد ذبح. المسيح فصحنا قد ذبح. وقلت ان في حاجتين اساسيتين الكنيسة فيهم اعاقة العهد ده، وبنشوف الفرق بين الكنيسة الاولى في قرونها الاولى اللي عاشت بنود العهد ده، فكانت كنيسة مجيدة مقدسة بلا عيب. والكنيسة النهاردة ليه فقد هذا السلطان الالهي العظيم اللي منحه المسيح إياه، وهذا المجد الفائق اللي المسيح أعطاه للكنيسة. وقلت إن في حاجتين الكنيسة اتنزلت عنهم وبالتالي تعطل هذا العهد بصورته المتكاملة، أن تكون الكنيسة كما أرادها المسيح. وقلت الحاجتين دول، حد فاكر نمرة واحد إيه؟ أنتوا كنتوا معايا الجمعة اللي فاتت ولا أنتوا ناس غير كل جمعة؟ الوحدة. والحاجة الثانية القصد. القصد، القصد من وجودنا هو أن نربح، أن نخلص على كل حال قوم. والنهاردة احنا عايزين الاجتماع بتاعنا ده كله حيدور حوالين الحدث اللي جاي دوت، فأنا هشارك بعض الآيات وبعدين هنقضي أغلب الوقت بتاعنا بنصلي للحدث ده، وهقول ليه وعشان إيه ونعملها ازاي. فاسمحوا لي الاول اقرا لحضراتكم الجزئين دول. هقرا كرونس الاولى 9 وبعدين هقرا ايه واحده من يعقوب 5. كرونس الاولى 9 من عدد 16. لانه ان كنت ابشر فليس لي فخر، اذ الضروره موضوعة عليا. الضرورة، الكنيسة الأولى كانت شايفة أن دي ضرورة أرسلها لتبشر، لتنادي بالإنجيل. فويل لي إن كنت لا أبشر، يعني مش حاجة زيادة كده هاخد عليها أكليل، ده لو ما عملتهاش حسابي عسير. فإن كنت أفعل هذا طوعا فلي أجر، لو عملت ده كده بقلب مفتوح وبرضا عندي أجر. ولكن إن كنت أفعل هذا كرها فقد استؤمن على وكالة، يعني حتى لو مش بتعملها كده يعني فعلى الأقل أنت بتعملها كوكيل أمين على نعمة الله. فما هو أجري إذ وأنا أبشر أجعل إنجيل المسيح بلا نفقة حتى لم أستعمل سلطاني في الإنجيل. فإني إذ كنت حرا من الجميع استعبدت نفسي للجميع. عشان إيه؟
لأربح الأكثرين. فصرت لليهود كيهودي لأربح اليهود، والذين تحت الناموس كأني تحت الناموس لأربح الذين تحت الناموس، والذين بلا ناموس كأني بلا ناموس مع أني لست بلا ناموس لله بعد تحت ناموس المسيح لأربح الذين بلا ناموس. صرت للضعفاء كضعيف لأربح الضعفاء. صرت للكل كل شيء لأخلص، لأخلص على كل حال قوم. آية واحدة من رسالة يعقوب، آخر كلمات تركها يعقوب، الرسالة العملية المباشرة الواضحة المعالم، يعقوب 5:20. فليعلم أن من رد خاطئا عن ضلال طريقه يخلص نفسا من الموت ويستر كثرة من الخطايا. غمض عينيك وانت واقف وانت قاعد زي ما تحب، صلي معايا. افتح عينينا يا رب واحنا مجتمعين امامك النهارده، لنستعيد مرة هذه الدعوة والقصد الإلهي، لنربح الأكثرين، لنخلص على كل حال قوم. نادي علينا وعلى الكنيسة أن نرجع تاني عارفين قصدك ومشيئتك في حياتنا. ليكون لنا أحشاء يسوع المسيح، لنفعل ونحقق مشيئتك في حياتنا. كلمنا النهاردة يا رب، واملأ أفواهنا صلوات وتضرعات أمام عرش النعمة، لأنه مكتوب إن طلبنا شيء حسب مشيئتك تسمع لنا، ونعلم أن لنا الطلبات التي طلبناها. في شفاعة الابن أجيبنا، لك المجد. آمين. زي ما كنت بشارك الأسبوع اللي فات أن الكنيسة الأولى كان واضح قدامها كويس رسالية المسيح ليها، أن المسيح جاء ليطلب ويخلص ما قد هلك، ولهذا ولد ابن الله وتجسد وتألم ومات وقام وصعد إلى السماوات ليخلص ما قد هلك. الله يحب العالم الخاطي الشرير الأسيم البعيد، وفي محبته للعالم الخاطي الأسيم الشرير البعيد جاء ليسترد البشرية، ليسترد الإنسان المفقود إلى حضن الآب، لتكون لهم الحياة الأبدية. والله والمسيح أرسل الكنيسة إلى العالم، زي ما يقول كما أرسلني الآب إلى العالم لأخلص، أرسل الكنيسة إلى العالم عشان تأخذ هذا الخلاص، هذه الحياة الجديدة، هذه النعمة والحق اللي بيسوع المسيح سراه لكل إنسان، لكل إنسان، لتعطي لكل إنسان الفرصة أن يمارس حريته، أن يختار أن يؤمن فيحيا أو يرفض فيموت ويهلك، بس ده يبقى اختياره. يعطى الحق كإنسان أن يختار لنفسه، جعلت قدامك الحياة والموت، البركة واللعن، اختر الحياة لكي تحيا. ولأن العالم لم يسمع ولم يعرف، جاء المسيح ليسمع العالم ويعرف، وأرسل المسيح الكنيسة إلى العالم لتسمع وتعلم، فيكون لها هذا الحق، فينجو كثيرين، فينجو كثيرين. وبولس بيشرح الفكرة ديت، بولس لاهوتي، شرح اللاهوت وكتب رسائل، بس رسالته الأولى هي أني إذ كنت حرا من الجميع استعبدت نفسي للجميع، أنا حر
أنا أقدر أعيش حياتي بنفسي وبنفسي، خلص القصة على كده. لكن صرت عبدا، صرت خادما للجميع، للكل للكل، عشان أربح على كل حال قوم، عشان أخلص على كل حال قوم، لأربح الأكثرين، عشان أستطيع قدر ما أستطيع أني أنتشل من النار نفوس إلى الحياة. وأنا مش بعمل ده كرهن، معني ممكن أعمله كرهن كمؤتمن، لكن بعمله طوعا، ولأني بعمله طوعا وحبا أنا كمان ليا أجر. وعيوب بيقول أنت فاهم كويس، أنت فاهم لما بترد خاطئ عن ضلال طريقه، واحد ماشي غلط كده ورايح في داهية ورايح للجحيم الأبدي. أنت عارف لما بتساعد واحد كده أنك ترده وتقوده للمسيح، أنت عارف بتعمل إيه؟ أنت بتنقذ نفسا من الإيه؟ من الموت. أي موت؟ الموت الأبدي، مش الموت العادي ده، ما هيموت، بس هيموت مؤمن، هيروح السماء. أحسن له يموت هنا ويروح السماء من أن يعيش هنا ويروح فين؟ ويروح للهلاك. بتنقذ نفسا من الموت الأبدي، وبتعمل حاجة تانية، وبتستر كثرة من الخطايا. عبارة مهمة أوي أوي أوي. ليه؟ العالم اللي احنا عايشين فيه ده مليء بالشر، مليء بالشر، بكل أنواع الشر، من النجاسة والزنا والخيانة والغدر، من القتل والسرقة، من الكذب والخداع، من الحروب والدمار. العالم مليان 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 شر. مين اللي بيصنع الشر؟ إبليس. لا، المصنع اللي بيعمل الشر هو مين؟ الناس اللي فيهم إلى هذا الدهر أعمى عيونهم. الإنسان هو مصنع الشر. مصنع الجبنة بيطلع جبنة، مصنع المربى بيطلع مربى، مش كده؟ اللي بيطلع الشر، المصنع اللي بيطلع الشر هو الإنسان، هو الإنسان. فلما الإنسان الشرير بيعرف المسيح ويتوب ويبقى خليقة جديدة، الشرور اللي كان هيعملها، اللي كان هيعملها طول ما هو عايش هتتوقف. كل نفس بتعرف المسيح بنتفادى شرور عظيمة كان هيفضلوا يعيشوا ويعملوها لغاية لما يموتوا. عشان كده الشعوب اللي فيها مؤمنين كتار الشر قليل، والشعوب اللي فيها مؤمنين قليلين الشر عظيم. معادلة بسيطة جدا. من رد خاطئا عن ضلال طريقه ينقذ نفسه من الموت، ودي أغلى حاجة، ويستر كثرة من الخطايا. أحبائي، لازم تبقى عينينا مفتوحة كأبناء الله، كأبناء العهد، ككنيسة المسيح، كعروس المسيح. نحن نعيش في حرب روحية، نعيش في حرب روحية، وبولس بيشرح لنا الحكاية دي في مواضع كثيرة، أشهرها في أفسس 6. بيقول مصارعتنا في هذا العالم ليست مع دم ولح، بل مع أجناد الشر الروحية في السماويات، مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاد هذا العالم على ظلمة هذا الظهر، مع أجناد مملكة لها راس وليها رتب لغاية الأجناد الصغيرة دي. إحنا بنصارع أجناد الشر الروحية في هذا العالم. اللي بيعملوا إيه؟ اللي بيدمروا حياة البشر، وبيخلوا حياة البشر تدمر حياة البشر. خليني أقولها بعبارة أخرى، العالم بيحارب من أجل الأرض والمكانة والكرسي. الحروب اللي في العالم دي كلها من البداية لغاية النهاية هي حرب من أجل الأرض. فيجي مستعمر ياخد أرض واسعة، وبعدين يوسع، وبعدين يجي إمبراطورية تانية تهزمه وتاخد أرض وتاخد. هي حروب من أجل الأرض، من أجل الكرسي، من أجل المكانة، من أجل السلطة، من أجل أشياء مادية. وفي سبيلها يقتل الناس ويذبحون بالآلاف. العالم يحارب بعضه بعضا من أجل المادة بكل صورها، أرض، مكان، مركز، مال، جاه، سلطة. لكن نحن نحارب مملكة الشر عشان نخلص البشرية من الهلاك، عشان نحيي الموتى.
مش كده، احنا مش بنحارب بشر، احنا بنحارب من اجل البشر، من اجل البشر. احنا بنحارب الى هذا الدهر عشان ننقذ البشر منهم. الآية دي جميلة قوي قوي، اسمحوا لي اقرأها لحضراتكم. تيموثاوس الاولى 3:7، تيموثاوس الاولى 3:7. في حاجة غلط. فيستفيق من فخ إبليس إذ قد اقتنصهم لإرادته. مش تيموثاوس 3:7، ممكن تطلعها لي بليز؟ ولا أنا طلعتها غلط؟ شاهد غلط اللي عندي. فيستفيق من فخ إبليس، ده اللي احنا عايزين نعمله، إذ قد اقتنصهم لإرادته. تيموثاوس الثانية 2:26، أنا مش عارف جبت منين 3:7 الأولى ديت. ماشي، ممكن ترجع للآية اللي بعدها قبلها. فالله مؤدبا بالوداع المقاومين عسى أن يعطيهم الله توبة لمعرفة الحق عشان يستفيقوا من فخ إبليس إذ قد اقتنصهم لإرادته. الذين يعيشون في الشر، الذين يصنعون الشر، العصاة، الأسم، الفجار، إبليس اقتنصهم لإرادته، وقعوا في فخه. إحنا دور نعمل إيه؟ نفك الفخ ده، ناخدهم من الفخ، يستفيقوا، يستيقظوا من مراثم وسلطان عدو الخير، فينتقلوا من سلطان الظلمة إلى ملكوت ابن محبتي. العالم يحارب من أجل الأرض، نحن نحارب عدو الخير من أجل أرواح البشر لخلاصها، لأخلص على كل حال قوم. يهود، يونانيين، عبيد، أحرار تحت الناموس، بلا ناموس، أيا كان نوعهم، صرت لكل واحد كما هو، لأخلص على كل حال قوم. المعركة دي بتتجسد في الاحتفال بتاع حسبها صح، لأن في حسبها صح في كلمتين مهمين بيتحققوا معا للحصاد ليسوع. معا بندعو الكنيسة، معا في 180 كنيسة إنجيلية مشاركة، الناس هتقوم بأوتوبيساتها من قدام كنايسها، كل كنيسة بتدعو الناس اللي حواليها البعيدين عن الرب عشان تاخدهم للحصاد. معا معا، احنا كنا زمان بنسمي احسبها صح ده قصر الدبارة، شلنا كلمة قصر الدبارة لان هي مش قصر الدبارة، وحطينا كلمة معا. فاللي عامل واللي منظم واللي بيدعو لحسبها صح هي الكنيسة المتحدة. معا معا، حوالي 180 كنيسة بس، يا رب نوصل يبقى 1200 كنيسة إنجيلية، ويا رب نوصل نبقى 5000 ولا 6000 كنيسة في مصر بتدعو معا. فهي معا، مش بندعو الناس إلى انضمام إلى طائفة ولا إلى كنيسة محلية، لا لا لا، بندعو الناس لمعرفة المخلص والرب يسوع المسيح، أن يستفيقوا من فخ إبليس إذ قد اقتنصهم لإرادتي، لنخلص على كل حال قوم. أنا عادة في المهرجان ده لما بوعظ بقول للناس ارجع كنيستك، ملكش كنيسة، دور على أقرب كنيسة حية ليك وانضم ليها. نحن لا ندعوك إلى كنيستنا، احنا بندعوك إلى كنيسة الرب المخلص يسوع المسيح. الهدف مش زيادة أعضائنا، الهدف أن يستفيقوا من فخ إبليس، الهدف أن يخلص الناس. هي معا، هي معا من أجل المسيح، لإشباع قلب المسيح، لتمجيد المسيح، لجمع الحصاد إلى بيت الآب، ليرى من تعبه ويشبع، ليرى من تعبه
ويشبع بنفوس بتخلص، لأن ده القصد الإلهي. فهي معركة روحية، هي معركة روحية عايزين نعملها معا، عايزين نحقق الهدفين دول، أننا جايين معا بقلب واحد. الوحدة ككنيسة واحدة بتعمل إيه؟ بتنادي بالإنجيل، بتنادي بالإنجيل. أيوة يا أسيس، بس اليومين دول الناس جعانة ومش لاقية تاكل وتعبانة والاحتياجات المادية كتيرة قوي، انت هتحطوا كل الفلوس دي عشان خالص الكرازة بالإنجيل؟ ده صحيح، ده صحيح. والمسيح جاء ليصنع خيرا ويطعم، مش كده، ويشبع الجياع خبزا، لكن كان همه الأكتر ان الناس تخلص، لأن الناس ممكن تاكل وتشرب وغدا تموت وتروح الهلاك. أيوة لازم نوكل الناس ونشربها، أيوة لازم نخلي بالنا أن الوقت ده وقت العطاء، ونقف في تكافل اجتماعي للناس، نهد بعضنا بعضا، ولا سيما الذين هم من الإيمان ومن غير الإيمان. لكن هو وقت في الضيق أن ننادي بالمسيح المخلص، لأن في وقت الضيق الاجتماعي والمادي الناس بتحس بجوع للأكل وجوع للبر، للبر. بتقول فينك يا رب؟ انت سامح كده ازاي؟ وده صوت الانجيل، ان الشر في العالم ده مش من صنع يد الرب، ده من صنع يد الله. ولما بترمي في حضن ربنا، ربنا بيخلصني من خطاياي ويهتم بي، ويهتم بي. لم ارى صديقا تخلي عنه، ولا ذريه له تلتمس خبزا. وأنا بقود نفسي للمسيح، أنا بخلص نفسي من الموت، وبستر كسرة من خطايا، وبضمن أن الشخص ده ربنا هيعوله، هيعوله وحيسدد احتياجه. لأن لم أرى صديقا تخلي عنه، ولا ذرية له تلتمس خبزا. احنا بينا وبين الحدث ده 6 أيام، يوم الخميس اللي جاي. عشان كده حبينا أن يكون اجتماعنا النهاردة دوت أساسا بنصلي. ليه؟ ما دي كرازة. لا، الكتاب بيقول كده، كانوا يواظبون على الصلاة وخدمة الكلمة، ويصلوا قبل ما ينادوا بالإنجيل. ليه؟ لأن الصلاة بتغيرنا إحنا، فنعرف نقدم الإنجيل أفضل، والصلاة بتهيئ الناس عشان لما يسمعوا الإنجيل ينخصوا في قلوبهم. عشان كده دول أكتر حاجتين الكنيسة الأولى كانت بتعملهم، كانوا يتحدوا معا بالصلاة، وبعدين ينادوا بالإنجيل، وبعدين يصلوا مع بعض، وبعدين ينادوا بالإنجيل، وفي النص بيطعموا الجياع والعطاش بحسب إمكانياتهم المتاحة ماديا. وده اللي احنا النهاردة عايزين نعمله مع بعض. تسمحوا لي ان اغلب الوقت اللي فاضل دوت احنا هنصلي. احنا كان عندنا اجتماع صلاة الجمعة اللي فاتت بالليل من 8 إلى 10، كم واحد من حضراتكم حضروا؟ ممكن تقفوا اللي حضر اجتماع الصلاة. ايه رأيكم؟ انتوا ايه رأيكم؟ انتوا قولوا لي ايه رأيكم؟ تفضلوا. ده اجتماع الصلاة الشهري لقصر الدبارة. لولا الشباب كان هيبقى شكلنا وحش قوي. لولا الشباب يملوا الكنيسة، مش معقول يا جماعة يبقوا الشباب يسهروا وبيصلوا والكبار الدهن في العتائي. صحيح أغلبكم لسه مش دهن وعتائي، أنا بس، لكن يعني إيه؟ فأنتوا هتصلوا النهاردة عوضا عن الـ عن الـ عن اللي أنتوا ما جيتوش الجمعة اللي فاتت. عندي 5 حاجات عايز أصلي عشانها النهاردة، 5 حاجات. الحاجة الأولى، عايز أصلي لأجل تاني وحدة الجسد، زي ما يقول المسيح رعية واحدة ليه؟ لراع واحد. إبليس بيحاول يقسمنا طول الوقت، وبيستخدمنا عشان نقسم الكنيسة، وبيستخدمنا بكل أسف طول الوقت، بيستخدم مؤمنين لقسمة الكنيسة بدل ما بيستخدم ربنا المؤمنين لأن يحفظوا وحدانية الروح.
يا قسيس انت ما يقستش من الموضوع ده, مش ممكن. هاي ناس مش ممكن هبطل اصلي, لان ده شوق قلب المسيح ليحضرها لنفسه كنيسة مجيدة, مش كنائس, كنيسة, ليكون واحد كمان نحن واحد. نفسي نصلي ان في المهرجان ده يبان كنيسة واحدة, فرق كتيرة جاية من كنائس مختلفة, خدام من كنائس مختلفة, فرق من كنائس مختلفة, دي الحقيقة. 180 كنيسة جاية, نفسي المنظر ده يبان, أيوة احنا كنيسة واحدة ونؤمن بوحدانية الروح برباط السلام. وقفوا معايا, وقفوا معايا. خطبتكم لرجل واحد ليقدم عذراء عفيفة للمسيح. فريجي معنا, خلاص كفاك وقعد تحت, احنا الباقي كله هنصلي وهنرنم. املأ قلبك بالصلاة دي كده, قول يا رب خلي شعار معا يعلو ويعلو ويعلو, خلي كل روح مضاد بيقسم الكنيسة يبطل في هذه الأيام. خلي الصوت, صوت الكنيسة الواحدة يعلو يا رب, أن نأتي معا بنفس واحدة, أن نأتي معا بقلب واحد طالبين شيء واحد, أن يتمجد اسم يسوع. نؤمن بقوة الوحدة, يؤمن أن الوحدة صنعتها بنفسك ولمجدك, وجايين نجتهد لنحفظ هذه الوحدة يا رب. اجمعنا حولك, اجمعنا حولك, افسد كل محاولة أن يشق إبليس الصف. المملكة المنقسمة على نفسها تسقط, تسقط. عايزين لما نقف قدام عدو الخير نقف كنيسة واحدة مجيدة مقدسة بالعيب, فتسحق العدو تحت أقدامها وتطلق الأسرى أحرار, أحرار. الجسد الواحد يجمعنا, الحب الصادق يرفعنا, يرفعنا فوق اختلافاتنا وخلافاتنا, يرفعنا فوق مذاهبنا ومذهبيتنا, يرفعنا فوق أنانيتنا وكبرياءنا. الحب الصادق يلحمنا في بعض, كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية. إلهنا ساكن أرواح وحضور ملينا, وتحب قلوبنا وأفكارنا إرادتنا في شيء حسب مشيئته يعمل ايه؟ يسمع لنا. احنا متأكدين ان وحدانية الكنيسة بالحب دي مشيئته, صح؟ احنا متأكدين
ولا في احتمال يكون ضحك علينا. احنا متأكدين. لو احنا متأكدين عايز كل واحد كده مد ايدك كده ارفعها كده. عارفين الايد دي كده معناها بتطلب، بتطلب، بترفع قلبها لربنا. مد ايدك كده لو انت يعني من خلفية ارثوذكسية هتعمل كده، لو انت من خلفية رسولية هتعمل، على حسب يعني خلفيتك مش هتفرق قوي عند ربنا. وعايزين كلنا نقول له احنا عايزين نشبع قلبك يا رب. صلي، احنا عايزين نرجع لك الكنيسة الوحدة بين ايديك. احنا عايزينك تفسد كل اللي صنعه ابليس بايدينا وقسمنا مذاهب وطوائف، وخلى كل اختلاف في فكرة لاهوتية تعملنا جماعة غير الاخرى، مع ان ايماننا واحد ومخلصنا واحد وكتابنا واحد ورسالتنا واحدة ورايحين لبيت واحد، واللي بنقول له بابا هو واحد. يا رب الحم جسدك تاني في بعضه، يا رب اجمع ابنائك المتفرقين الى واحد تاني. يا رب كل صوت بيعلو فوق صوت الوحدة، انت بنفسك قاومه يا رب، انت بنفسك قاومه. واسمح ان صوت الوحدة يعلو من كل منبر في هذه الايام، اسمح انه يتجسد في هذا اليوم يا رب في حسب مصح. والكنيسة جاية تقول لك احنا معا عايزين مجد يسوع، احنا معا عايزين نفرح قلبك بخلاص الكثيرين، احنا جماعة جايين نشهد عن يسوع المخلص. احنا معا يا رب، احنا مسكين في ايدين بعض، احنا مسكين في ايدين بعض. شعبك يترجى، علمنا نعيش في رضا، حبتنا وزيد وحدتنا ومتعنا بسفنا. صاحقين بنقول لقدنا انت وأيدنا بروحك الآن.
وانا بصلي النهاردة الصبح عشان الخدمة دي افتكرت زيارتي انا وايمان للانبا ميخائيل اللي انتقل للسماء. وانا افتكر كان شرف لي ان انا قبله 3 مرات قبل انتقاله. في اول مرة دخلت انا وايمان عشان نسلم عليه, وقف وقال لي احنا واحد لان المسيح قال ليكون واحد, وما حدش يقدر يكسر للمسيح كلام احنا واحد. اني اسمع ده من مطران اسيوط من شيخ المطارنة كان فارق معايا, اني بصلي له وبقوله مش لوحدي لكن ناس كتيره قوي مؤمنه بالحق ده وبالنداء ده. الحاجه التانية اللي عايز اصليها النهارده, احنا ممكن نخدم زي ما يقول بولس كده يعني مضطرين, ونادي المسيح عشان احنا وكلاء عشان لا نحاسب, يعني عشان ويل لنا ان كنا لا نبشر. وممكن نعمل كده طوعا بحب والناس بيفرق معاها, وانا بكلمه عن ربنا لاني بحبه ولا بعمل واجب بادي رساله وانا بحبه. نظر يسوع للشاب الغني وايه وحبه وعارف انه هيرفضه وهيمضي حزينا ويقول له افتح الله فلوسي اهم منك, بس كان يحبه. بولس صلى صلاه غريبه, بيقول كلمات غريبه جدا في روميا اصحاح 9:1, بيقول اقول الصدق في المسيح لا اكذب ضميري شاهد لي بالروح القدس. هيقول حاجه صعبه قوي فعمال ياكد اني انا مش بقول كلامه بس, اقول الصدق في المسيح لا اكذب ضميري شاهد لي بالروح القدس ان اللي هقوله ده حقيقي, ان لي حزنا عظيما ووجع في قلبي لا ينقطع عشان شعبي عشان ناسي عشان انا واحد منهم. فاني كنت اود ان لو اكون انا نفسي محروما من المسيح لاجل اخوتي انسبائي حسب الجسد. تحبهم للدرجة دي؟ جوي حزن ووجع, ولو حرماني من المسيح هيكون سبب ان هم يعرفوا المسيح. انا موافق, انا مش عارف اقولها, انا مش عارف اقولها. بحب المصريين بس مش للدرجة دي, بحب شعبي. وده بيقولها للي بيضطهدوه, اللي بنوا جنسه اللي اضطهدوه. بس على الاقل بيقدم مثل, يعني ايه واحد بيحب الناس البعاد عن ربنا, بيحب شعبه اللي ما يعرفش المسيح, بيحب البعيدين عن يسوع لدرجه بيقول لو حرماني من المسيح سبب خلاصهم انا موافق, انا موافق. كان يسوع محبا للعشرين والخطاة, دي تهمة من التهم على فكرة اللي اتهم بيها. ونفسي الكنيسة تتهم بهذه التهمة الأيام ديت, ونفسي أنا أتهم بهذه التهمة. يا اللي بتحب الخطاة أنت, أنا نفسي حد يقولها لي وأبقى زي سيدي. إذا ما حبيناهمش صحيح مش هنصلي لهم, مش هنبكي عشانهم. إذا ما حبيناهمش مش هندور عليهم. إذا ما حبيناهمش مش هنروح لهم. إذا ما حبيناهمش مش هنكلمهم وصوتنا مليان حب هو صوت المسيح. إيه اللي بيجتذب البعيد؟ إن صوت المسيح مليان حب. يسمع الأموات صوت المسيح. ليه؟ لأن صوت مليان حب.
واحنا مرات كتير صوتنا واحنا بننادي المسيح مش مليان حب، بنادي واجب، بنادي واجب بعملها كرها مش عن حب. احنا عايزين نصلي ان قلوبنا تمتلي باحشاء المسيح ويبقى جوانا الحب ده للناس اللي حبهم المسيح. ومش بقول لك قول الصلوة دي لأن أنا مش عارف أقولها، أنا ببص عليها كده بقول له مش عارف أقولها، أنا مش عارف أقولها. أقدر أقول أموت لكن أتحرم من المسيح كتير، أنا ممكن استعد أموت لو موتي هيجيب ناس للمسيح أنا مستعد، بس مش قادر أقول له وقاله ده، لأنه ده صعب أوي. غمض عينيك معايا قل له أنا عايز أحشاء يسوع، عايز أحشاء يسوع تكون لي أحشاءك، عايز أحب الناس البعيدة، الأسماء الفجار المدمنين أعداء صليب المسيح عايز أحبهم. عايز أحشاء يسوع، حبني أسلم نفسه لأجلي وده اللي أصرني. يا رب عايزين في المهرجان ده يبقى كل اللي بيخدموا أشرز ومنظمين كلنا تطلع مننا رائحة حب المسيح، مش بنخدم كتكليف كرها كامتياز عشان نبقى خدمنا عشان نبقى عملنا دورنا عشان نبقى طلعنا في الصورة عشان نبقى طلعنا على المنبر عشان نبقى قلنا عملنا وسوينا، مش عايزين كده يا رب، مش عايزين كده، عايزين نخدمهم عشان بنحبهم، انك انت بتحبهم، عايزين رائحة الحب تفيح مننا مش رائحة الدينونة. عايزين عيوننا لما تبص عليهم تتنقل لهم حب إلهي عجيب. عايزين ترجع عروستك بتحب زي ما انت بتحب يا رب، وبتدور على الضال والمطرود عشان بتحب، مش كرها لكن طوعا. دور ناحية اللي جنبك إذا أمكنك، إذا كان شريك حياتك دور ناحية حد تعرف تصلي معاه، وعايزك تصلي الصلاة دي قبل ما نصليها كلنا مع بعض. عايز أحشاء المسيح، عايز يتقال عني محب للعشرين والخطاة، عايز يتقال عني اللي تقال عن سيدي محب للعشرين والخطاة. ادينا احشائك عشان نكون ايديك الممدوده، عشان مش نعملها كرها لكن طوعا عن حب، عن حب. ادي المهرجان ده انه يمتلئ بمحبة المسيح، ادي المهرجان ده فيه رائحة محبة المسيح، مش مجرد نظام وبرنامج، لا يا رب، لكن احشاء يسوع، احشاء يسوع، احشاء يسوع. ادي كل واحد رايح واخد معاه صديق او قريب او جار يبقى شايله بالحب، بالحب،
انت كل واحد يطلع على المنبر ويقف ويرنم او يعزف، عيونه تبقى مليانه بالحب وهو بيبص للناس والجموع التايهه والضيعه. يكون لينا احشائك انه نبقى ايديك الممدوده اللي بتطبطب، اللي بتحن، اللي كمان بتشفي الجروح، اللي بتمسح الدموع لأنها بتحب، لأنها بتحب، لأنها بتحب. وقفوا معايا، وقفوا معايا، وقفوا معايا، بنطلب اللي في قلبك. قول معايا العدد ده، قول معايا العدد ده، صلي لنفسك وصلي للناس، رايح أو مش رايح، هتشارك في هذا الحدث أو مش هتشارك. دي معركة روحية، اللي بيغلب البغضة الحب، اللي بيغلب العداوة الحب، اللي بيكسر روح العالم الشرير هو الحب، حب المسيح، حب المسيح. بنطلب اللي في قلبك، بنطلب اللي في قلبك، في بلدنا التن مشيتك، وللي مت عشانهم سكف اللبنة حبك. بنطلب اللي في قلبك، في بلدنا التن مشيتك، وللي مت عشانهم سكف اللبنة حبك. يكون لينا أحشاك أيديك الممدودة، اصنع آيات وعجائب، والكل يعرف اسمك فوق السماء، وانزل إلينا في أرضنا من حوالينا، والكلمتان شعبنا يعرفها شخصي. بتحب الخطاة؟ ما أنا وإنت كنا أول الخطاة. في حد حبني وكلمني عن المسيح وجابني؟ إحنا يا كنيسة لسه بنحب الخطاة؟ جاء المسيح ليخلص الخطاة الذين أولهم. اللي غيرني غير أي حد، اللي عمل مني كده يعمل من أي حد، اللي قدر على واحد زي يقدر على أي حد. بولس بيقول كده، اللي كان مضطهد الكنيسة ومفتري بقى هو اللي بيكرز بالإنجيل. وإحنا واقفين عايز أصلي الطلبة التالتة، الطلبة التالتة، عايز نقول له يا رب اكتذب الناس البعيدة. في ناس كده لما هنصلي ربنا هيقول لهم روح بيت الوادي يوم الخميس، هيقول للناس روح بيت الوادي يوم السبت. في ناس هتلاقي صوت جواها لقى نفسه ركب عربية أو راح على ماء وراح، لأن المسيح ندع عليه. احنا ما سمعنا قصص زي ديت، ان واحد يحلم يقول له روح قصر الدبارة، يقول له فين دي يا رب؟ يقول له اسأل عليها، فيسأل عن الناس يقول له دي في ميدان التحرير. احنا سمعنا قصص عجيبة يا اخو عن ناس جت لأن المسيح قال لها روحي هناك تلاقيني، هناك هقول لك. عايزين كلنا كده ارفع ايديك قول يا رب نادي على ناس تايهة وضيعة،
نادي على ناس انت عارف انهم جاهزين للحصاد، نادي على ناس مقيدين بأرواح نجسة، نادي على ناس مقيدين يا رب بمخدرات، نادي على ناس مقيدين بإباحية وأفلام جنسية، نادي على ناس تايهة وضيعة وحياتها خربانة وبتفكر تنتحر، نادي على ناس وخدها إلى هذا المكان تتقابل فيه معاك. صلي بصوت عالي، عايز كلنا نصلي، نادي يا رب، نادي، نادي على ناس اللي احنا معرفناش ندعوه انت ادعوه، اللي احنا معرفناش نجيبه انت روح وقول له اذهب إلى هذا المكان، هناك تلاقيني، هناك تقابلني. نادي يا رب، نادي على ناس كتيرة، نادي على ناس طيبة احنا ما نعرفهاش، احنا يمكن ما حبناهاش، يمكن احنا كسلنا نجيبهم معانا، او احنا رفضنا ندفع لهم تذكرة. انت ادفع للناس تذاكر، انت خد الناس ووديها يا رب. بنوصيك، بنوصيك يا رب على الناس اللي انت بتحبهم وتايهين، بنوصيك على البعيدين عن الملكوت. قود الالاف للوليمة، نادي على الالاف للوليمة يا رب. عندي طلبتين والوقت يداهمنا عشان عندنا النهاردة المائدة المقدسة. طلبة اللي جاية دي أكتر طلبة على قلبي، إنه اللي بيخلص الناس مش إحنا، إحنا بنشهد عنه، إحنا بنخدمهم، إحنا بنحبهم، بس في الآخر الولادة الروحية دي عمل إلهي، لنا ولا أنت نقدر نعمله. اللي بيعمل الإنسان خليقة جديدة ده معجزة يسوع، بس يسوع اللي بينخص القلوب عشان تنفتح، اللي بيبكت النفس عشان تتوب وترجع، ده عمل إلهي. بس أنا وإنت دوري إن أقول يا رب اعملها، اعملها، بكت، انخص، حاصر الناس، تراءى بمجدك. أنا سمعت ياما قصص يقول لك أنا قاعد كده في الاجتماع شفت المسيح المنبر، واحد يقول لك شفت خطاياي قدامي، صرخت ارحمني. واللي بيحرك ايد ربنا عشان تولد الناس مش المجهود البشري، المجهود البشري اللي بنعمل حفلة، لكن صلواتنا الحقيقية. انخص يا رب، بكت يا رب، مجد يسوع في عينين الناس، خليهم يشوفوا حبك ليهم، خلي يشوف زراعيهم، زراعيك مفتوحة فيترموا في حضنك، مش بس يشوفوا خطاياهم فيجروا منك، لا 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 لا، شوفوا حبك فيجروا عليك ببلاويهم. عايزين ولادات حقيقية، عايزين اللي ساب المخدرات وحطها في السبت ما يرجع لهاش تاني. حرية، 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 معجزات، آيات، عجائب، علامات في السماء تتم في هذا المكان، فيعلم أن الرب كان بيننا مخلصا. صوت ترنم وخلاص، وخلاص في خيام الصديقين، يحصل خلاص زي ما قال اليوم حدث خلاص لهذا البيت. المسيح يقول كده، المسيح نفسه يقول كده، حصل خلاص، حصل خلاص. احنا كل اللي بنعمله ده عشان ده يتم في الاخر، عشان ده يتم، عشان نرى خلاص كثيرين، نرى خلاص كثيرين. اعداد غفيرة ما تتغير وما ترجعش زي ما كانت، وبالعكس كل واحد يروح لبيته ولأهله ويكون سبب خلاص لكثيرين، ويقولهم تعالوا انظروا يسوع غير حياتي، يسوع بدل أحوالي، فتح عيني، حررني، فك قيودي، مسح دموعي. يا فتخيل كده 20-30 ألف يتغيروا
فات 20-30 ألف بيت يتغيروا في 3 أيام. ده غير بقى اللي هيشاهدوا على التلفزيون. نازلين 3 أيام دول خلاص لمئات الالاف من البشر. امين امين. اقفوا معايا اقفوا معايا اقفوا معايا اقفوا معايا. اللي احنا هنطلبه منه هيعمله. عايزك تصدق الحكايه دي. اظهر ذاتك ليهم، وريهم محبتك، انخص القلوب. صلوات محدده كلنا نصليها، كلنا نصليها. ارفع ايديك ارفع ايديك، مد ايديك كده وصلي معايا صلي معايا، وخلي اللي جنبك يسمعك وانت بتصلي. سمع اللي جنبك صوتك، وانت سمع اللي جنبك صوتك. يبقى صوت ترنم وخلاص في الخيمه دي يا رب. محدش يروح المكان ده ويرجع زي ما راح. مفيش مدمن يرجع مدمن، مفيش خاطي يرجع خاطي، مفيش زاني يرجع زاني، مفيش أسيم يرجع أسيم يا رب. ولادات عافية، ولادات عافية يا رب. مقابلات شخصية، أنت تتقابل مع الناس في كل المحطات اللي حيزوروها، حتى وهم بياكلوا السندوتشات، حتى هم قاعدين على الجناين يا رب بيفترشوها، لكن حضورك يملأ المكان يا سيدنا الرب. صدق ان اللي انت بتطلبه هيكون، لانك بتطلبه للمسيح ولمجد المسيح. عصام يجي يصلي نيابة عننا كلنا. عصام يجي يصلي نيابة عننا. ارفع ايديك معايا ارفع ايديك معايا، كأنك بتحط إيدك على المكان ده، على بيت الوادي، كأنك بتحط إيدك على الخيمة الكبيرة ديت، وهي ممتلية بألوف ألوف ألوف من الناس تايهة والضيعة والمقيدة، اللي إبليس اقتنصهم لإرادته إن يكون حرية. استجبنا يا رب استجبنا، وارسل سهام محبتك في كل قلب يا رب. مش عاوزين واحد يا رب يخرج من حضنك، مش عاوزين أذن يا رب تفضل مقفولة على صوتك. إيديك الممدودة يا رب تسلم على واحد واحد وواحدة واحدة يا رب. مقابلات شخصية يا رب، آلاف يا رب يعرفوك في كل يوم يا رب. دموع غزيرة تجري يا رب، قلوب يا رب تفرح، خيود يا رب تتفك، عينين عمية يا رب تشوف، ناس عمرهم ما فرحوا يا رب يفرحوا يفرحوا بلقائك يا رب. حضن كبير لكل واحد يا رب يدخل الخيمة ويقابلك ويتدفى بيك يا رب. تتشل الخطايا اللي على قلوبهم والأحزان والهموم اللي جايين بيها، يفرحوا بالحرية، يفرحوا بالحياة، يسمعوا صوت ابن الله والسامعون يحيون. متشكرين يا روح الله، متشكرين على عمل عظيم، على آلاف يعرفوك كل يوم، على ناس من دلوقتي أنت بتشتغل فيهم يا رب. بنطلق يدك يا روح الله، بنطلق محبتك باختراق اختراق لحياة ناس كتيرة، وتشوفهم يا رب معانا في الحياة الأبدية، لأن ده قلبك ولأن دي محبتك للكل، في اسم المسيح يا رب. اسمع، خلينا وإحنا واقفين كلمات الترنيمة دي بتعلن كده، بنعلن 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 حرية لكل مأسور، بنعلن شفاء لكل مجروح. احنا بنعلن بالإيمان النهاردة سنرى خلاص عظيم، لأن يد الرب ممدودة لتخلص على كل حال قوم، لأربح
الأكثرين. بصوا العبارات اللي بيقولها بولس, ودي أشواق قلوبنا في هذا اليوم. هتيجي 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 خير, هي بتاعت الشباب بس احنا شباب برضه. حيث روح الرب هناك حرية, فهنا الآن يا روح الله, فهنا الآن. حيث روح الرب هناك حرية, فهنا الآن يا روح الله, فهنا الآن. معلن حرية مجد أولاد الله, معلن حرية مجد أولاد الله, معلن حرية مجد أولاد الله, معلن حرية مجد أولاد الله. الاتوبيسات اللي رايحه, للاجهزه, للعارضين, للي جايين, للي مسافرين, للي راجعين. احنا متخيلين الاف الناس اللي بتتحرك ديت. عايزين سلام وامان وحمايه الهيه. امين امين امين. ادور ناحيه اللي جنبك وصلي, قول له يا رب اسوار حمايه حول المكان يا رب. كل مؤامرة العدو تبطل في اسم يسوع, كل خطط العدو تفشل في اسم يسوع. انت البيبان المقفولة تفتحها لمجدك يا رب. انت تفتح ولا احد يغلق, وتغلق ولا احد يفتح. أنت تكون سور نار حولها ومجد في وسطها. ظل للمكان بظل جناحيك. ملائكة ترافق كل الأتوبيسات والعربيات يا رب الرايحة. نعمة في عيون كل المسؤولين عن الأمن في المكان يا رب. نعمة في عيون الدولة في اسم يسوع يا رب. صلي لنا. يا رب جايين نحط قدامك الحدث الكبير اللي كمان كم يوم. بنصلي انك انت اللي تكون
بتسيج يا رب سور من نار على كل واحد رايح على الأوتوبيسات يا رب، على الخيام هناك، على اللي رايحين يخدموا، على اللي رايحين يتعبدوا، على اللي رايحين عشان بس يتفرجوا. نصلي يا رب ضد كل مخططات لإبليس، أنت تفشل يا رب مؤامرات العدو يا رب، أنت تفشل يا رب وتبطل مؤامرات العدو يا رب، على كل حاجة عايزة تفشل الأمر ده يا رب، من تعصب ومن ضيق ومن يا رب كهرباء، من أي حاجة يا رب ممكن تعطل يا رب إنه الناس تعرفك وإن الناس تروح هناك يا رب علشان يشوفوك. في اسم يسوع نصلي يا رب انه سور من نار يا رب حوالين بيت الوادي، سور من نار حوالين تجمع الاتوبيسات يا رب، سور من نار حوالين الطريق يا رب للناس اللي رايحة واللي راجعة يا رب، سور من نار يا رب، مصدقين انه حمايتك يا رب وانه كلمتك يا رب تثبت يا رب، كلمتك تثبت، مؤامرة الاشرار تبطل، مؤامرة الاشرار تبطل في اسم يسوع. امين. يفتح وليس من يغلق، يأمر فيهرب أعداءه.